حديث البلد مع دانيل صايغ. اهلا فيك بحديث البلد. بودي انت مصمم ازياء، خبرنا عن لوك دانيل. كنت عم بمدح اللوك تبعه. أه. كثير حلو. سالته قلت له بهيدي بلا ستايلست سو شو اللي حبيت؟ خبرنا شو اللي حبيت. كومبينيشن كارز كثير حلوين والتسريحه والعوينات كله متناسق. كله متناسق والبابيون الحمراء. دانيل اهلا وسهلا فيك، كنا عم نحكي انا وانتوني عنك قبل ما تدخل. انت عازف ايقاع، بلشت هالهوايه من صغرك وطورت نفسك بدراسه الموسيقى والايقاع الغربي بالكونسرفاتوار الوطني. وبعد حفلات احيطة على نطاق صغير دخلت على الميوزك هول وعزفت على اهم المسارح العربيه مع فنانين كبار مثل الراحل وديع الصافي وخوسيه فرنانديز وتوني حنا. بال 2012 شاركت كعازف ايقاع باحتفالات الالعاب الأولمبية، ومن ثلاث سنين اتجهت للاستقلالية الفنية من خلال حفلات خاصة، بالإضافة لمشاركتك كمتسابق ببرنامج Arabs Got Talent سنة 2014 واللي نقلتك لشهرة أوسع. شو قالوا لك بArabs Got Talent؟ حبيتك؟ كثير حلو؟ كثير حبيتك. وأنت معنا الليلة لنحكي عن أول أغنية خاصة فيك رح تطلقها قريباً ضمن التحضير لألبوم كامل. دانيل معروف عنك استعانتك بمجموعة أدوات غريبة منها أنابيب مي، أحذية وطناجر وآلات بتصنعها بنفسك لتقدم عرض موسيقي مختلف. شو الجديد اللي رح يلمسه الجمهور بأغنيتك الأولى Let's Dome It؟ Let's Dome It. أول شيء بس تعليقا على الأصوات، بالنسبة لإلي أنا كنت ولد مغروم بالأصوات. هذه الأصوات بعدين غيرت لي حياتي، بس الميوزك هي عبارة عن فيلينج بينعطى للأصوات كرمال هيك هي وين ما كان، إذا بالعجقة السيرة بأي شيء من دقة القلب بتبلش. صح. لأي أكت، لأي شيء موجود بيتحرك هو صوت. سو إذا هذا الصوت بنقدر نلاقي طريقة نخلق منه ميوزك ونعطيه فيلينج إحساس، بعتقد ذاتس إت. هيك طلعوا الانسترومنتس. سو من هون انطلقت بهيدي النظرة لأقدر أعمل الأشياء البايبس وكذا انسترومنت قدرت أعمل. ولقيت بكل واحد خصوصية يمكن معينة بتعبر عن أكيد. شيء. أكيد أكيد. مثل مثلا أعطيني هيك مثلين من أشياء منزلية يمكن ما يكون منزلية. يعني مثلا أنا متي ما بشرب بس بلعب متي. تلعب متي؟ تفرجينا كيف. Let's Dome It هي طلعت الفكرة من شيء أنا بستعمله كلغة. نعم. لعبر فيها عن كل شيء بحس فيه. هي كلمة اخترعتها. اللي هو الإيقاع. نعم. والكلمة هيدي اخترعتها والمسج منها إنه العالم تحس بهيدا الشيء، تحس بالإيقاع وين ما كانت. كرمال هيك في أودينس بالغنية كمان عم بيقولوا، عم بيشاركوني إذا بدك الدوم والتاك. هي انتراكتيف الغنية، يعني بس عم دانس سونغ. صح. يعني دانس سونغ، يعني بمعنى انه لما تدخل على المسرح انت بتغني والجمهور بيتفاعل معك. صح. وبيغني معك وبيرقص معك. صح. بنفس الوقت. رح تطلق هالغنية من الفيرجن. صح. رح اطلقها مع الفيرجن المفروض بعد رمضان. ومفروض كمان صورها كليب وينزل كمان عن قريب. اليوم انت تعتبر اول عازف ايقاع بيقدم تراك مع ميلودي بالايقاع. صح. هي الميلودي انا كمان عملتها، يعني. نعم. عامل كل شيء الارينجمنت بهيدا التراك. نعم. وهون اسمحي لي بس اشكر استوديو ميشيل فاضل يلي اشتغلت ميكسينج مع ادوار باستوديو. نعم. ميشيل فاضل وبرودكشن بفرنسا كريم عوض. نعم. هن اللي ساعدوني لهيدا العمل وان شاء الله بيلاقي نجاح. يعني اثنين كثير بروفيشنال كمان. أكيد. بالاضافه. أكيد. لإلك دانيل، شو رايك نسمع مقطع من Let's Dome It؟ يلا سوا. اكيد. اوكي.
دانيل انت سائر على الايقاع وهون الكرياتيفيتي لما واحد بيكسر شويه رولز يعني وشويه قوانين سائر على الايقاع والموسيقى اللي بتقدمها غريبه بنمطها وبالالات المستخدمه. طب اذا انطوني هلا مثلا بغني لنا غنيه فيك انت تكون انت بتعرفها مثلا غنيه معروفه بتقدر انت تعمل له بيت ترافقه على بيت معين هو عمال يغني؟ اكيد بس أشوف إذا بتزبط. طب اتفقوا على شي غنية إن كومن تعرفوها؟ أنا ما عندي مشكلة هو يقول شي وأنا I'll figure it out يعني. أوكي أوكي. The way you make me feel, هعطيك التمبو and then you just go for it. Okay. The way you make me feel, you really turn me on. You knock me off of my feet now, baby. Woo! My lonely days go on. Ooh. Hello, hello, hello. دانيل انت رح تكون مسك ختام حديث البلد لهالموسم، بس قبل ما نختتم الحلقه سوا ونقول لك المسرح لك بدنا نتمنى لك التوفيق باطلاقك ليتس دوميت بالفيرجن ميجا ستور وبجولتك الفنيه مع ستارز اون بورد بشهر اكتوبر، ان شاء الله ما يكون عندك مال دومير او بتدوخ بالبحر. لا 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 منيح بشهر اكتوبر وبحفلاتك الكثيره لهالصيفيه. رح عد مين كانوا ضيوفنا لهالليله وبنرجع بنختم معك. ثانك يو لاستضافتكم سوا. ميرسي لك لموهبتك ولموهبته مش بس بالعزف بالكمان بالثياب باللبس وميرسي لانتوني كمان اور ستار. عجب وان شاء الله بنشوفكم شي نهار سوا يعني بشي عمل مشترك. هيك بتكون حلقتنا الاخيره لهالموسم من حديث البلد انتهت وضيوفنا لهالليله كانوا عابد فهد ماجي بوغصن باسم مهنيه وريم حنا و24 خيرات وينر على المساجين ميشيل ظاهر وأرقى إيفنت بلبنان بودي ديب والذوق كله بالديزاين جوزيف جعجع وعودة مهرجانات الأرز بعد 50 سنة دانيل سايغ والنيو بيت والنيو جينيريشن الفائز بموهبة البلد لؤي الكاسب أكيد شكر كبير لصديقنا اللي رفقنا كل هالموسم نعيم حلاوي دانيل المسرح لإلك تفضل يا قطعة سماء